تعالوا بقى نعرف مع بعض استخدامات الايه، استخدامات الاتروبين. وده سؤال سهل جدا لان احنا بنطلعه من الاكشن اللي احنا خلاص المفروض حفظناها من الفيديو اللي فات. والله بستخدمه في علاج حاجات في السي ان اس، حاجات في السي بيس، حاجات في الاي برونكاي جاي تي بلادر وهكذا. طيب بخصوص السي ان اس اللي هو اول حاجه معانا، ممكن استخدمه في علاج الباركنسونيزم لانه انتي باركنسونيزم زي ما عرفنا. ممكن استخدمه في علاج الموشن سيكنس اللي هو دوار البحر، ودوار البحر زي ما انتم عارفين عباره عن فوميتنج، والاتروبين انهبيت الفوميتنج سنتر. بستخدمه في علاج التوكسيستي اوف اورجانوفوسفورس لان الاورجانوفوسفورس بتشغل الباراسمباثيك سيستم، والاتروبين بيقفل الباراسمباثيك سيستم. ده بسرعه كده بدون تفاصيل على السي ان اس. طيب على السي في اس او على الهارت، ممكن استخدمه في علاج الهارت بلوك. ليه ممكن استخدمه في علاج الهارت بلوك؟ لان الاتروبين بيشغل الهارت، بيعمل لي تاكي كارديا. بستخدمه للمريض قبل ما يدخل غرفه العمليات. بسمي المصطلح ده وتخلي بالكم منه بالله عليكم، البري اناسيتيك ميديكيشن. طيب هو المريض اللي داخل غرفه العمليات ده انا عايز احافظ له عليه، والله عايز احافظ على التنفس بتاعه والقلب بتاعه يبقى شغال، واوسع القصبه الهوائيه اللي هي البرونكاي، ولو في افرازات زياده امنع الافرازات دي او ايه او اقللها. مين اللي يعمل لي الكلام ده؟ اللي يعمل لي الكلام ده الاتروبين. ايوه يعني بيعمل لي ايه؟ زي ما انتم شايفين كده قدامكم، بيعمل لي برونكو دايلاتيشن، بيوسع لي القصبه الهوائيه، بيقلل لي السكريشن، ديكريز الايه؟ السكريشن، بيحافظ لي على الهارت من البراديكارديا، يعني بروتكت الهارت من الايه؟ من الفيجال افكت. بيأكتف لي الريسبيراتوري سنتر، بروتكت الريسبيراتوري سنتر من الدبريشن. لو تفتكروا كده معايا فوق من ضمن الاكشن على السي ان اس كان ايه؟ كان اكتيفيشن اوف respiratory center. السؤال ده ممكن يجي كده give reason او explain why ليه الاتروبين بستخدمه كبري اناسيتيك ميديكيشن. ليه الاتروبين بستخدمه كبري اناسيتيك ميديكيشن؟ عشان الاربع نقط اللي انا قلتهم لك دول. ده بسرعه استخدامه على السي في اس. طيب بالنسبه لاستخدامه على الاي، احنا عارفين من الاكشن ان الاتروبين بيعمل لي مدريز، عشان كده ممكن استخدمه في فحص العين اللي هي اي فاندس examination. بستخدمه برضو، ده استخدام قديم بس مكتوب عندنا في الكتاب، اللي هو cut adhesion، بيفصل الادهيجن بين الايريس والايه واللينس. ما انا قلت لك في شرح البايلوكاربين، بدي ماده تعمل مايوزس وبعدها ماده تعمل مدريز، كان انا بشد وحد قصادي بشد، هي دي فكره فك الادهيجن. احفظها كاسما بس. ده بالنسبة لاستخدامه على الاي. يا جماعة الاستخدامات قلت لكم بتطلعوها من الاكشن اللي انتوا خلاص حفظتوها. طيب على البرونكاي، والله هو على البرونكاي ممكن استخدمه في علاج البرونكيال ازمة. ليه؟ لانه بيعمل لي برونكو دايلاتيشن. واللي احسن منه في علاج البرونكيال ازمة الابراتروبيا، او مجموعة ادوية اخرها تروبيا، وهقول لك ليه في الاخر. الكلام ده مؤجل ايه للاخر. ليه الابراتروبيوم افضل من الاتروبين في علاج البرونكيال ازمه؟ طيب على الجي اي تي او على الاستومك، ممكن استخدمه في ايه؟ لو واحد عنده مغص، لو واحد عنده كوليك، استخدم له الاتروبين، لان الاتروبين لو تفتكروا بيعمل لي ريلاكسيشن على الاول، عشان كده ممكن استخدمه كانتي سبازموديك. ممكن استخدمه في علاج الدايريه، لان الاتروبين برضو بيعمل لي ريلاكسيشن في الوول بتاع الجي اي تي. ممكن استخدمه لو واحد عنده قرحه، واحنا عارفين القرحه ايه اللي بيسببها؟ زياده ال HCL بسبب ال M1 او ال M1A stimulation، والاتروبين بيروح يقفل لي الماسكارينيك ريسبتور، فاستخدمه في علاج البيبتيك ألسر. وبرده زي ما انتم شايفين قدامكم، البايرنزبين افضل من الاتروبين في علاج القرحه، وهقول لكم ليه برده في الاخر. طيب بخصوص اليورينري بلادر، بستخدمه في ايه؟ بستخدمه لو حد عنده تبول لا ارادي، اللي هو يورينري انكونتيننس او نكتورنال انيوريزس. نكتورنال ايه؟ انيوريزس، لان الاتروبين بيعمل ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للسفنكتر. طيب احنا عارفين برضو ان الاتروبين بيقلل السكريشن، فلو واحد عنده هايبر هيدروزيس او اكسسيف سويتنج، اللي بسمي الاكسسيف سويتنج ايه؟ الهايبر هيدروزيس، بستخدم الاتروبين في علاج الهايبر هيدروز. يبقى بالله عليكم محدش يحفظ استخدامات الاتروبين، يقعد كده ويحفظ. انت بتحفظ الاكشن، وقلنا الاكشن بتحفظها انك بتعكس لي الايه؟ بتعكس لي الباراسمباثيك اكشن، وهتطلع لي من الاكشن الاستخدامات. حلو كده؟ حلو.